وفي الشأن اللبناني، أكد الرئيس اللبناني ميشيل عون على ضرورة الحوار مع المتظاهرين من أجل التوصل إلى تفاهم على القضايا المطروحة. وخلال لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، قال عون إن من أولى مهام الحكومة الجديدة متابعة عملية مكافحة الفساد، مشيرا إلى أن التحقيق سوف يشمل جميع المسؤولين في الإدارات من مختلف المستويات.